دجاج لامبورغيني أغلى وألذ الدواجن في العالم. هي سلالة من الدجاج الأندونيسي يتميز بلونه الأسود من الداخل والخارج. كل شيء في هذا الدجاج أسود، جلده ومنقاره، لسانه وأظافره، وحتى لحمه وعظامه. أما دمه فهو أحمر قاتم يميل إلى السواد. يعتبر من أغلى أنواع الدواجن في العالم وألذها، إذ يصل سعر الدجاجة الواحدة إلى 2500 دولار، حتى أطلق عليه اسم دجاج لامبورغيني نظرا لقيمته المادية وشكله المميز. ظهر هذا الصنف الغريب من الدجاج في جاوا بأندونيسيا، وأدخل إلى أوروبا عام 1998 على يد مربي دجاج هولندي، حيث لقي اهتماما كبيرا بسبب مظهره الغريب. في أندونيسيا يخصص هذا النوع من الدجاج للنساء الحوامل لاحتواء لحومه على نسبة عالية من الحديد. كما يعتبر هذا الدجاج رمزا للقوة والثراء، إذ تعمل العائلات الأندونيسية على ذبحه في مناسبات الولادة حتى يحصل المولود الجديد في اعتقادهم على القوة والثروة. يحصل دجاج اللامبورغيني على لونه الأسود من سمة وراثية طبيعية تعرف باسم فيبيروميلانوسوس، التي تشجع على تكاثر الخلايا الصبغية السوداء. يبيض دجاج اللامبورغيني بيضا لونه بني فاتح، وهو الجزء الوحيد في جسمه الذي لا يحمل اللون الأسود. دجاج اللامبورغيني أغلى وألذ الدواجن في العالم.